الآن مشاهدينا موعدنا مع الرياضة، واليوم تمارين رياضية لشد العضلة الداخلية للفخذين مع المدربة الرياضية ومؤسسة حركة هوليستيك جولي رمال في الجسم السليم. صباح الخير جولي. هاي كيفك؟ كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. تمارين مخصصة لشد العضلات الداخلية للفخذين. مزبوط. ايه بالعربية اسمها طويل جدا، بالانجلش يمكن كلمة فقط. يعني تريننج يور انر ثايز. هلا أول شيء هيدي كثير صعبة، هيدا عضلات صغيرة هون بتكون ونحن بس عم مشي يعني مش عم نشتغل بالهيدا انر ثايز. سو اليوم أنا بدي أفرجيكم شوي الحركة كيف عم تعمل ستريتشنج أول شيء لانر ثايز وتمرين لانر ثايز كمان. حلو. Yeah. Ready? Let's begin. Yeah. Okay. So أول شيء أول حركات اسمه Grand Plié، إجرين بتكون شوي فتين، نحن بدنا ننزل لتحت. هلا شو السيكرت؟ يعني نازل لازم ننزل لتحت لتحت أظنفي لتحت، بتهز هون الانر ثايز بعدين تطلع فوق. في كثير ناس عم تعمل تمرين عم تعمل بس هيك ولفوق، هيدا غلط، هيدا عم يشتغل هون الكوادز. سو بدنا ننزل لتحت بتهز هون الانر ثايز، رقبة بتكون لورا وتطلع فوق. سو نحن فينا نعمل 10 مرات مثل وورم أب، فينا نعمل سرعة أو رواق. يلا خلينا نعمل بعد 5 6 7 8 9 هلا اشا نحن بتكون لتحت we're gonna lift your left heel لفوا ونحن بدي اعمل شوي pulses 10 مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10 وبدي اعمل زيت الشيال ثاني اجر هاي هيلز بريس 10 مرات تاخذ نفس صح هلا بتهز هون وهون هلا بنرجع هون basic pulses لتحت هلا انا عم تعمل تمرين بلا وزن انه عم تعمل كونتراكشن عضلات بتهز هون وهون يلا 4 3 2 اوكي بعدين خلصت هيدا الحركه فينا نعمل 3 سيتس 2 سيتس بعدين فينا نعمل زيت الحركات مع وزن خفيف يعني كيلو كيلو ونص 2 كيلو ماكسيموم نرجع من اول حركات لفوق لتحت بركي 10 مرات اول سيت مع الوزن مش بسرعه التمرين يكون يعني اروق اروق كل شيء اروق يعني لازم ركز على العضلات انا عم اشتغل عرفت؟ سو ننزل لتحت لفوق اذا بشكل سرعه بتكون كارديو ما بدي كارديو يعني نحن عم نعمل كونديشننج للعضلات بعدين نحن بدي اعمل شوي بالسز لتحت هون 10 مرات وزيت السيستم ليفت هيل لفوق 10 بالسز هون اوكي بعدين رايت هيل لفوق 10 بالسز ونرجع بالسز لتحت وهيدا كثير حلو هون كمان 2 سيتس 3 سيتس ماكسيموم بعدين بالارض في غير طريقه تمرين لانر ثايز هون اوكي سو نحن بتكون هون اول شيء الاجر يمين بتكون هون وي جوينغ تو ليفت يور ليج لفوق دايركتلي انا بتكون هون بتهز الانر ثايز اذا انا هون ما بتهز شيء يعني لازم تطلع لفوق بلشت هون ستارت بوينت فليكس 10 مرات وركز بالانر ثايز يعني هيدا قد لقيت هون سو بس خلصت 10 هون زيد الوزن خفيف اوكي تعمل فليكس فوت اجر هون اند ستارت بالسز هلا شو السيكرت الوزن ما بتكون هون هيدا غلط في كثير ناس عم تعمل الوزن هون لا الوزن بتكون لبرا بعيد يعني هون سو عم تعمل بالسز 10 مرات هون بعدين تشينج بوينت 10 مرات ونرجع لتحت لفوق 10 مرات اوكي مع نفس هون سو بعد 5 4 3 2 واحدة هلا اذا ما عندك وزن بالبيت ما في مشكله نحن فينا نعمل تمرين مع هيدا اجر بتكون لفوق مثل وزن وعم تطلع لفوق لتحت لفوق لتحت مثلا زيت شيء فينا نعمل هون بوينت فليكس بوينت فليكس بوينت فليكس اوكي وبالسز هيدا مثل كيلو يعني بتهز زيت الشيء يعني سو خلينا نعمل نفس الشيء ثاني ميل ثاني اجر زيت السيستم على اجر لفوق بتهز انر ثايز بوينت فليكس 10 مرات هون اوكي وبعد 10 مرات هون نحن بدنا نعمل شوي بالسز هون مع فليكس بالسينج اوكي ضروري في ستريتش هون يعني ما بتعمل هيك هيدا غلط لازم جلسة اجر هون تعمل بالسز اوكي بعدين كمان مع بوينتي توز اوكي زيد الوزن نرجع هون البيسك تمرين لفوق لتحت اوكي كمان ثاني شغلات يعني ما بتعمل سرعة هون لا في ستوب ستوب لفوق يعني ليش نحن عم تعمل ريزيستنس تريننج هون اذا عم تعمل سرعة نحن عم نشتغل اسمه مومنتم يعني كارديو ستايل مش غلط
بس غير طريقه يعني عم شغل. يمكن نتيجه اخرى مش نفس النتيجه. مزبوط مزبوط مزبوط. هيدا نحن عم نشد العضلات وعم تعمل هيك لين ماسل ماس هون. هيدا انه حلو بس اكثر شيء كارديو هون. اوكي سو نحن خلصت هيدا، بعدين اكيد بدي اعمل شوي ستريتشنج مرتاح العضلات. باتر فلاي راسي بتكون لتحت عم تعمل بالسز 10 مرات هون. اوكي سو بس خلصت هيدا. في اخر تمرين كمان انر ثايز كثير حلو كمان بلا وزن. هلا الاجر يمين عم تطلع هون، اي برينج ات تو ماي انكل، بعدين تطلع لفوق لتحت. ضروري بالهايد سيستم داون اند لفوق، يعني كمان فينا نعمل 10 مرات هون وبس خلصت 10. يعني نحن بدي اعد لفوق هون، جلسه اجر نيز توجذر ونرجع هون، يعني توجذر ونرجع هون. سو فينا اعمل 10 مرات هون زيتي سيستم. اوكي واكيد بس خلصت هيدا عم تعمل بالسز لفوق، شد العضلات هون كثير منيح ونرجع لتحت لفوق 10 مرات. اوكي سو هلا انا عم فرجيكم تمرين بلا وزن هون. فينا اعمل زيتي سيستم مع وزن خفيف، يعني بنحط هون اوكي اون يور لور نيز، تطلع لفوق لتحت كالعاده، مش الرقبه مش هون، هيدا غلط هون. سو عم تطلع فوق لتحت زيتي سيستم، بعدين سكويز يعني شد ونرجع هون، شد ونرجع هون. اوكي هيدي شوي صعبه، يعني دايركتلي بتهز هون على الانر ثايز. هلا افرجيكم على الثاني اجر هون زيتي سيستم. اوكي سو اول شيء هيدي اجر بتكون بنت، اي كم اب لفوق لتحت لفوق لتحت لفوق لتحت. اوكي فيني شد الماده شوي لجوا. اوكي بس خلصت 10 من هون، وي جو فور up ونرجع لتحت down up لتحت 10 مرات. زيتي سيستم بس خلصت again 10 مرات، جلسة هيدا اجر، حط وزن هون، في نعمل pulses. اوكي سو هيدا البيسك تمرين للانر سايز. هلا اذا ما تحبيتوا هيدا التمرين نو بروبلم، نحن فينا قوم هون منجيب بالون، اذا عندك بالون بالبيت يعني مثل هيدا بالون، هيدا كثير كثير منيح للانر سايز. So you just bring your knees لجوا هون وقعد مثل سكواتس هون. اوكي okay? انا بدي اعمل بالسز هون، واحد اثنين ثلاثه اربعه. اذا ما عندك هيدا بول بالبيت مش مشكله، نحن فينا نجيب كوسان يعني ابيلو اور شيء صوفا يعني خد. ايه صح. اوكي سو عم تعمل شيء 20 مرات، بعدين ستوب تاخذ نفس اجين، بعد 10 مرات هون لانر ثايز. هيدا البيسك اكسرسايزز نحن فينا نعمل وين ما كان. إذا ما تحبيتوا هيدا حركات، في آخر حركات كمان كثير حلو اسمه Archer Lunge. So اجرين بتكون فاتحين هون، رايت تو بتكون لفوق، we're gonna go down وتطلع فوق. اوكي هلا شو السيكريت؟ هيدا اجر ما بتكون جلسة هيك، بتكون شوي فاتحين هون، كاميرا عم تشتغل هون انر ثايز، ننزل وعم تطلع فوق هون. So فينا نعمل 10 مرات هون، اوكي أكيد أرواق. بس خلصت هيدا التمرين، نحن بدنا ننزل لتحت، عم تعمل تو تابس، واحد اثنين، هلا عم اشتغل هون 10 مرات هون، عم اشتغل كوادز اند ستوب تشينج سايدز. هيدا مع وزن خفيف او بلا وزن سيم. سو عم ننزل لتحت داون لفوق، انهيل اند اكسهيل 10 مرات هون. اوكي سو بس خلصت، كمان في نعمل تو تابس 10 مرات هون. اوكي اوكي سو هيدا حركه، الحركه قديم قديم قديم، فيري ايزي تو دو بلا وزن بلا شيء، اسمه جرون بلي صغير. يعني نحن درست هلا جرون بلي كبير. اوكي في جرون بلي صغير، كيف عم تعمل جرون بلي صغير؟ هيلز بتكون توجذر، توز فاتحين، نحن بدنا ننزل لتحت تطلع لفوق هون. اوكي ضروري في سكويز مع يور هيلز، انهيل لتحت اكسهيل لفوق، وجلسه ظهر هون. اوكي هيدا شوي مثل باليه بس كمان بجنن هون لعدلات هون. سو هيدا فينا نعمل بيت اور وين ما كان تمرين يعني الانر ثايز. حلو جولي، تقريبا عده تمارين للانر ثايز الى العضلات الداخليه بالنسبه للفخذين. على كل انه شكرا لك على التمارين كالعاده، ديما تمارينك مختلفه جولي وبالطبع ممتعه. شكرا لك اذا المدربه الرياضيه ومؤسسه حركه هوليستيك. مشاهدينا جولي رمال شكرا مره اخرى لك.